يسعد لي صباحكم مشاهدي قناة زاكروس الفضائية وبالتحديد برنامجنا الصباحي نسمات زاكروس. طبعا اليوم الموضوع مثل ما تشوفون أنا حاليا على نهر دجلة. اليوم الموضوع عن العبور النهري. يمكن كثير من الناس قامت اليوم تلجأ إلى العبور النهري لأنه هو الموضوع يربط ما بين الكرخ والرصافة. أكو ناس تريد تروح للرصافة وأكو ناس تريد تجي على الكرخ، فيستغلون هذا الموضوع يعني حتى يكون الموضوع بعيد عن الازدحامات ويختصرون كثيرا من المسافات والوقت. طبعا راح نسولف ويا اصحاب هذه المهنه، مهنه الابلام اللي موجوده على ضفاف نهر دجله، فخليكم ويانا مشاهدينا وان شاء الله تكون جوله مميزه. تابعونا. هذينا احنا حاليا بوسط نهر دجله، الاجواء جدا جميله وخصوصا المي بارد. المي بارد لكن راح احكي ويا عمو، اكيد له يعني معرفه بهذه التفاصيل من اي ساعه ممكن انه الناس اليوم تجي حتى تعبر تروح. تعرفون لانه الشورجة منطقه يعني كثير من الناس اليوم يروحوا لها، فمنطقه تكون مزدحمه يمكن كثير من الافرع تكون مسدوده، لكن هذه المناطق الحيويه اللي تكون دائما كثير من الناس يستغلون العبور. فخل احكي ويا عمو اللي هو عنده تفاصيل عن هذا الموضوع. حياك الله. اهلا وسهلا بكم. الله احكي لي منش وقت انه انتم تشتغلون هذا الشغل؟ احنا صار تقريبا ما قارب 20 سنه بهاي المهنه موجودين احنا بهاي الشغله. حلو. 20 سنه يعني لا يوم ولا يومين. صار لنا فتره طويله. زين تعرفون السبح؟ لا نعرف نسبح. زين عمو بالنسبه لهذه الابلام شلون تسووها؟ منين تجيبوها؟ عندنا نجاجر هم خاصين صناعة الزوارق موجودين حاليا. يعني شلون بيها شغلات أمينة أمان شيء؟ لا لا الحمد لله الأمان موجود يعني. بالنسبة لهذا شنو هذا المحرك اللي يخلي يكون البلم يمشي؟ هذا محرك خاص للزوارق يعني. يعني في حال إنه مثلا عطل بيك ولا سامح الله وأنت بوسط النار. عندنا مجاذيف اللي نسأل وإذا هاي تأخرنا يجينا واحد بصفنا ياخذنا. حلو. يعني عمو يعني اليوم هواي صار اقبال نشوفه من الناس على العبور النهري بسبب يعني غلق الشوارع والازدحامات اللي موجوده ببغداد. ابو السياره يضطر يذب سيارته مثل بصوب الكرخ او يعبر بالرصافه او بالعكس. هو اللي عنده مثلا معامله بدائره وفشي يستغل الزورقه اقرب. زين اكو ناس تصعد يعني تخاف من الموضوع مال البلم شلون؟ لا بالعكس بس اول مره، بعدين هو يتعلم بالبلم يقول ما اقدر اعوفه. يعني عندنا معامل صار لهم سنين ويانا وما يعوفون البلم. والله جميل جدا. يعني اليوم موضوع يعني حتى اكو اكشاك حاطيها هنا، يعني مو واحد واثنين تشوفون بكل مكان من صفحه نهر دجله بها عده يعني ابلام. وش قد حلو عمي يا بلام تعبنا الهوى. هذه صارت مهنه لهم يعني. زين عمو ايش قد سعر؟ 500 دينار. 500 يعني بس تودي؟ اي اربع نفرات نقابوط تقبيط البلام ب 2000 دينار. يعني حتى كرو رخيصه مو فد مضبوط لو في شيء. يعني واحد هم يغير جو خصوصا اذا ما يسحب الطاقه السلبيه. يعني انا اتمنى كل المشاهدين اليوم ما تكون عندهم طاقه ايجابيه، لكن دا اشوف شويه موضوع النهر انه حرامات يعني ما مهتم. خدمات الامانه حيل مقصره ويانا بالذات يعني امانه بغداد والموارد المائيه. المفروض هذا يعني بد منتزهات يعني جماليه بغداد والنار بصوره يعني عامه. يعني حتى مثل ما نشوف اليوم كثير من الناس سياراتهم موجوده على الجرف مال النهر، وايضا حتى اكو مياه تطلع من هناك. عمو شنو هاي المي؟ هذا اني مياه المجاري. اي مو المفروض انه يعني ما يكون هنا اكو مي؟ المفروض من وزارة البيئة هي اللي واجبها تلغي هاي المياه. يعني هو هذا نهر ميه يكون عذب، يعني المفروض انه اكو رقابة على هذا الشيء. اكو حتى عالم تسبح هنا موجودين، عندنا السباحين يجون هنا، بس هي المشكلة وين بالمي الموجود يعني مياه المجاري. يعني مع الأسف، لكن احنا نتمنى ان شاء الله بالأيام المقبلة يكون يعني حتى النفايات على هذا المكان. فمشاهدينا جولتنا مستمرة لهذا اليوم عن العبور النهري الجميل، فتابعونا. طبعا مشاهدينا احنا حاليا بوسط نهر دجلة مثل ما تشوفون بلمين، لكن اختاريت انه اني اكون قرب البلم اللي يحمل الشباب، فحبيت انه اسالهم ليش انه اختاروا العبور النهري. طبعا حياكم الله. السلام عليكم. سلموا الله عني. سألتوا كنتوا بالرصافة عبرتوا على الكرخ، شنو السبب اللي خلاكم تختارون العبور؟
نشتغل هنا محلاتنا هنا، ايوه نطبق سياراتنا هنا، نخلص من الازدحامات فنجي نطبق سياراتنا هنا نعبر الصباح بالبلد ونرجع بالعكس نفس الشيء الظهر. يوميه روتين. يوميه نعم يوميه روتين هذا. حياك الله. حياك الله. لا مرحبا. انا سهل. يعني اكيد نفس الحاله. شغلك؟ والله احنا بحكم عملنا يعني تعرفين انه دائما جسر السنك وجسر الشهداء عاده يصير بها ازدحامات، وفي الفتره الاخيره طبعا مظاهرات بساحه التحرير والطيران، فالافضل انه نفضل نخلي سياراتنا بالكار ونعبر بلم على عملنا، وهاي مرتاحين بها الحمد لله، رغم هي شويه اكو ناس تخاف من البلم. طيب يعني انا كانت قبل بعد ما يراد بالشتاء اي موجات تصير عاليه. عمو شلون؟ اهلا وسهلا. هلا عمو. عمو شو تحس من تصعد البلم؟ هم صار عندك طاقه ايجابيه؟ اي طبعا اكيد ماي بس نشوف انه اليوم عدم انه الاهتمام بالنهر مع الاسف. والله هي هذه ان شاء الله تقار، يعني نهر دجله يعني اهم شيء ببغداد نهر دجله. اي ماكو رعايه، ماكو اهتمام، مع العلم يعني في شغلات بسيطه ويدب لهم وارد للدوله. اي بس ماكو يعني سوء اداره، يعني سوء اداره واضحه جدا بكل شيء. نتأمل يعني احنا انتم ما طول اللي جيتوا القناه بصراحه، يعني كل دول العالم مهتمين بالانهار ومهتمين بالبحار، احنا مشكله يعني هسه لو تشوفون هاي المجار يصب بنهر دجله. انا لاحظت هذا الموضوع صار لها سنين، يعني حرامات مأساة، وهذا نهر احنا نشرب من عنده. العالم تتمنى عندها نهر، هسه احنا حتى نقدر نصدر نهرين احنا، فليش يعني ما يهتمون به؟ يعني احنا ما اعرف ان الناشد يعني انه حتى يهتمون بالنهر. لا طيب مدينة الطب تذب هنا الأنقاض مال شو اسمه مجاريها، ولا تعرفين أنت مدينة الطب بعد؟ عم مجاري هنا اللي قدام هذا النهر كله مجاري. أي كريهة هنا أنا. وهذا المفروض إنه اليوم يستغلوا لي السياحة، يستغلوا لي حتى أكو ناس هنا تصبح يمكن صار عندها أمراض. هناك تذكرين مجاري، هنا أنا مجاري وبقع كبيرة يعني مو حرامات والله. هاي المراكب البراج، هاي المراكب. يعني شو اقول لك، صار لها 50 سنه صار لها بالاربعينات، هاي 50 سنه يعني تنباع سوى المزاد عليها، تصير يختات سياحيه عافيه ذابيه. شنو هاي بلاش؟ يعني سوء اداره، يعني هدر مال الدوله، كلها مال الدوله. هاي ممكن يسوون بيها يعني مشاريع سياحيه بس كلها ما مهتمين بيها. الحمد لله على كل حال. طبعا نتمنى لكم رحله جميله يا رب، والله يرزق كل الناس اللي هم يعني يمكن هذا الموضوع سبوبه عيشه لهم. فأيضا المشاهدين يمكن احنا بعدنا مستمرين بجولتنا، هسا عبرنا وادي أبقى. شكرا لكم. اعبر يلا خلي اعبر. طبعا مشاهدينا شفنا جولتنا لهذا اليوم عن النقل والعبور النهري. مع الاسف اليوم يعني اتمنى توصل هذه الرساله لكل الجهات المختصه في سبيل ان اليوم ممكن نستغل هذه الاماكن السياحيه وايضا هذا النهر. يمكن كثير من الناس مثل ما شفنا الناس اللي يعبرون قالوا اكو بعض الدول تتمنى انه اليوم يكون عندها نهر على الاقل، مياه عذبه، مياه تكون صالحه للشرب، مو نشوف مياه صرف صحي ينزل بنص النهر. يمكن كثير من الناس اليوم تجي هنا تسبح، يغيرون جو، لكن بالتالي احنا اكيد نسلط كل الامور الايجابيه. فيا رب كانت جوله مميزه لكل مشاهدي قناه زاكروس الفضائيه. هذه عوده للزملاء داخل استوديو برنامجنا الصباحي نسمات زاكروس. تقبلوا تحياتي يعني رايده فاضل وتحيات كل كادر العمل. اتمنى لكم نهار سعيد. باي باي.